الله تعالى بلابي دونا قيبتين اللباد ويسكا كاشدين معد كفافين الدين الإسلام كي صومالي جنل وحان موضوع ان دون انين نعاوح كتاب ان نوح نقن دونا شريعة الإسلام كا سيدا وقوت هاي مركا مصلحة الدومها يودن كاللغون نولي هاي هدين موضوع يسكا قد قلو شريعة الإسلام كا وحي اهتمام حيل دير سينيسا مصلحة الدومها كل الجوانب الحياة من عيادة نلوش ايك للدوانة والدنبا وحا اي سينيسا مركام اهتمام عادي اد وقال السن اي سينيسا اما اهمية دير بي سينيسا جوانب تهدين لنا كتاب انو وحا انو كقرن ان الهي سبحانه وتعالى سدو اكرامي انسانك الهي انسانك بني آدم كا سدو قرد اي اعلى المخلوق مخلوق اقوين أما مخلوق أو قصر هي في الوجود وحلا لي وح وجودك كنا ولا دنبا إلهي سبحانه وتعالى قال المولى جل ذكره اللوح لي ولقد كرمنا بني آدم إن آدم وان كرامين دبهان وان شرفني بني آدم وحانو أسخرني وانو حنبارني بري بضبا إنو مره وتسخير إلهي سبحانه وتعالى بري اللي دليي والله حنباري يا بحري قل بضيبا فامشوا في مناكبها إلهي يري وحان أرزاغنا وكو أرزاغنا الضيبات حلالة وحان كفض اللي إنفر بضن وحي إلهي أبو ري تفضيل قارع يا إلهي كسي يا رب سبحانه وتعالى سي إلهي الناس كينو مشيقي آيدو أعلى المخلوق حلا قدقي في الوجود مخلوق أقصر هي وجودك يا شريتانك وحلا قدقي بني آدم كي وحان الله قد يقول إنه قرت خالقيس إله أبو ري سبحانه وتعالى اللوح لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شني إنس وما نن أبو ري إني نعبدان ميانا وحكا له ولذلك عبادتي وحا الله قد يقول وحا بني آدم كو كرامة كل يهي وحا بني آدم كو غالي كو يهي وحا بني آدم كي لها أرساق حلالة أسينا يو وحا إلهي عقلي كو غفض لي إلهي وحو كربا محي إنو نقضو أدون قرن أي خالقي قرن أي عدة أبورتي توحيدك إلهي قرن أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو إلهي وحو كرقا مخلوق معززة والعزي مخلوق مكرم أولا كرامي إلهي أكتسة مركو لكن قرطو وضيفة نلوشة إن إلهي نلوشة وتوديفيه oo isaga marka loo shaqaaleeyay inuu loo dhamaantay bani aadamka wulidaal ilaahay wuxuu ku ciisay insaanka abuurista ka badii inuu raaco manhajka khaliqa ilaahay subhanahu wa ta'ala manhajka uu dejiyay manhajka waxa laga dhigay mid baahiyihiisa oo dhani ay ku jiraan oo ku dhameystiran yihiin fil maash wal miad haddii taa marka loo shaqaa dunyada iyo haddii taa marka aakhira la tago ilaahay la kulmayba waxa laga dhigay manhajkaas ilaahay soo dejiyay ikmaal mid la maystiray naqsiga maashka uu ku nool yahay iyo macaadkaba mid naqsiga bani aadamka dhameystiray ayuu ilaahay ka dhigay walidaal ilaahay wuxuu soo dejiyay kitaab muhkama ayadkiisu muhkam yihiin ayadkiisu waddahaad yihiin ku jira ay ku jirta marka salaaxul hayaad nolosha wanaagsan iyo badbaadadeeda kulal jawaani majalka insaanka noloshiisa waxa laga dhigay sida uu noolaanayo kayfa taayish sadu noolaanaysa oo qiyam iyo diin ugu noolaanaysa ilaahay wuxuu leeyahay hada alquraan yahdi lati hi aqwa quraanku iyo diinku wuxuu kugu hanuuniyaa nolosha ugu saxsan nolosha adduunka ta ugu wanaagsan buu inagu hanuuninaya aqwam fi jamiic majaalati dhammaan qaybaha nolosha oo dhan qur-aanku wuxuu inagu hanuuniyaa meesha ugu wanaagsan meesha ugu fiican wuxuu naga rabaa inaynu noolaano inagoo qawiim oo manhajka ilaahay ku toosan fil xayaat inagoo gudayna xuquuqda ilaahay inagu leeyahay inagoo gudayna xuquuqda addoomaha ay inagu leeyihiin innagoo aan dulmi gelaynin ilaahay adduunka
وحو النعب يا الظلمك إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم إلهي وحو الله يا رب سبحانه وتعالى حديث القدسي وحن نفتي تكهرم الظلم حرمت الظلم وجعلت بينكم محرما لحدنا نوحن كدق الظلم مد حراما ورحست الظلمين حيست الظلمين ولذلك مخلوق إنه الظلم قاله ونفتي سكجله وربجي كجله ومخلوق كجله وحيكهر من يسا شريعة الإسلام كإني مصلحة طهي الضومة ولذلك بني محمد لي صلى الله عليه وسلم حديثك مسلم كأورين أيه تقو الظلمة ظلمك كبقى شيء إن ماشي ميل عن اللهين عدكتان oo shayga marka meesha aanu lahayn aan ku wanaagsanayn inaad dhigtaan meel aanu shaygaasi lahayn ka baqo dulmiga dulmigu waa dulmaadka iyo malqiyaamaha waa mugdiyada iyo malqiyaamaha ee kadda waxa lagu xiray macaadki haqi aakhiradi baa lagu xiray sida uu nabigu u cadeeyay eeg waxa mu'aashka iyo macaadki baa la isku xiraya aakhiradi iyo adduunki baa la isku xiraya فإن الظلم ظلمات اليوم القيامة حديث كلام مسلم صو صاري حقوق ده قدين أهل كده السيسن حقوق ده يوم القيامة حقوق ده اللي قدية وحقوق ده قدين أهل كده ما لنت قيامة وقف اللي بقفك كل حق وكل هاسية إلا اللوغة شرشاتك نفك عرق آها إيجيس كالغري دي من الشرط القرناء نيف كي جيس كري ده مركا جيس كلاها إلا جيس كي سيلو كري ده لبن نيف وحيوانات ومخلوق حيوانات كي لهي أبوري إيا الله كلا قصاصة يا الله كري ده يبيد بمتك كلا جيس كي وكا كلا مركا جيس كي سيلو كري ده يا الله كري ده يا مركا كا جيس كي وكري ده أنت أدون كلا تشوقي فما بالك ما هذا ما لين سايو هالإخوة إلا هاي مدو سي عقلي إلا هاي مدو كدي مكلف في المعاش والظلم قال ما حد ما لنسى الى الظلم قال سدوق جرياوي ومعاش كيس ادون لو لا حدنا يا مركا اخرديسا مركا ان وح بدن اغنا ما انت ان نو لا هي ما انت ان جواب او هينا ان الظلم مركا اسك الى لنا ما انت ان جواب او هينا ان الظلم كهر نمادن ما انت ان جواب او هينا ان الظلم رد المظالم سعي لنا وحين كل ظلمنا كلا قادني ما انت جواب صحابين هينا لكن وحي من دونتا مالنتا عينا جوابتها هينين والنبي يقول صلى الله عليه وسلم مفلس كما تقانين من أمتي مركزين مفلس كواحا نقولنا قانا كان درهم يدينار كان جني يشيل انتونا هاي السنبا نقولنا قانا مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي مفلس كواما الضيدو وكمركا ييمي سيقو كاعي وكا قراعي وكا دلي oo ka xaqiisi ka qaaday dabeetana cid wax ka qaaday oo dhan baa looga jaraya oo looga qaadaya illa xasanaadkiisi dhamaadan xasanaadkiisi baa la qaadaya waxa la siinaya cid wax ka dulmiyay illa u bila xasanaad ku soo dhaco waxa la leeyahay wixii wanaagyadiisa ahaa oo dhamaay dhamaadaan markay wanaagyadiisi dhamaadaan ayaa la soo qaadaya dunuubtii kuwaas ay lahaayeen dabeetana dunuubtii aad dusha laga saaraya isaga waa markii xasanaadka ka dhamaadeen baa dembigiisii isagoo haysta haddana dunuubtii kuwii kale wax ku sameeyey ama uu dilay ama uu caayay ama uu garaacay ama uu qadaf ku yidhi adduunka ayaa dunuubtoodii lasoo qaadaya dusha laga saaraya dabeetana jahannamuu sidaa ugu dhacaya marka xuquuq allaahi wa xuquuq alcibaad xuquuqda addoomuhu hadhi mayso حقوق أدومه أي كلا قلان أدونك ما هريسو ولذلك بقى مصلحة أدومها إلى وحكر دقي إن إنه أنت إنه أدونك تشجنا حقوق ده إسكت جدنه وإنه حق إسكت جدنه وظلم جا إسكت ليه إنه أي أدونك فرصة لي نسي ما جرنا إن أنت إنه نولان إنه لكن أيامها أن نولا هاي إن إنه ظلمنا إسكت إلى إنه حقوقنا جدنه أي اللي نقدونه إياه waxaynu arkaynaa majaalka xuduudda iyo qisaasta
اسلام كو وحو ديداي ومجال كينو كيغينا ادومها مصلحديسه انو قفك مجرم كا اه دنبغا غلي اما عيد دلي اما عيد جراحيه اي دواعي انو مجتمع الفضيله والقيم كو دخن ولاده ولي نغا ديدي مسلده مجتمع وناكسن يقيم كاين قفك كو دخن ولاده ولذلك با وحل النهي الجرائم انو قفكو ماركا دخ غلو او حدود اي قصاصه لسالح العباد الضومضة وناك قود ايضو اللي قيقى لا ما قادنا اني نقص دي بشر كمانت مناهيش عردية اي سمايستين او دستورة اي سمايستين او دستورة داس اي تضارب كصة مينيان اي كهري مينيان اما عكس اي كصة مينيان شرعة الاسلام واي اللي ان معناها قصاصة اي جراحات اي واحا اي شرعة اللي ده هاللوكالة شربني ادم كان لوكالة قادو وإن بني آدم كانوا لوش يسيب كهر من السبع يقول لي لكن نروح عن لنا هاي ولسالح العباد والبلاد يعني وضن كان لقول نولي هاي جاي قال لقول نولي هاي يا ضو مضاس أي بدبادة أطهبين لنا ضو مدا إلهي سبحانه وتعالى دلك أو كن نولي مثال إلهي وحو حرمي اعتداء حق النفس إن حد قدو بلا قصة مايو نفتي إلهي حرمي إلا مو ين حق إن لو دلو وحل الدين منع باطنا منعا هازما ايال الديدي ان نفتا للدلو واعتدال الوصمي الا حق مويال قرانك لبا ايدود كوبن بين سو قادننا وي فربدين ارنتاس وحي الهي مصلحه دو ما دلغي ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق الهي وحو لي هدلنا نفتي الهي حرمي حق مويا وحك لها ودلنا كيل الدلاء سوى مظلوم ولا جقر دنيا هاي وحن ولقي سؤيا للسلطان أي أن ولقي سوى قدرك من السلطان يعني سجى مسؤولية ده تولي يا قفكي ولي المقتول ولقي قفكي وحلا جدلي هذا بيانه كحد جد من